فتحي اليوم 24 اوت تو معناها بريسك عندنا شهر ملي بدينا الكومباني بتاعنا نتاع حمل جماعه ريش. شنو صار في الشهر هذا كله؟ انا صار اتصلنا بجيب 6 مقاولين. المقاولين هذول حتى حد رفض ما باوش يخدموا الا اسمه المدرسه يفصح. اتصلنا بسي قيس العجل الله يبارك له تشجع معنا نوصلنا الخدمه. قيس نعم باش تعمل انت؟ خليني نلبس خليني نلبس. كيفاش لبسوا؟ الأقسام الثانية كلهم خايفين كلهم كلهم من جيل كلهم من جيل وشوف يتعاملوا ما كانش كيف كل عام يزيدوا كل عام يزيدوا هاي عم يا مدير هاي عبد هاي لا 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 الحمد لله طيب ماشي الخدمة فما عباد قطعون كل شيء والله فما ولاد الحلال موجودة فما الباقي فما الشيء فما وربي يسخر الناس إن شاء الله ربي يسخرهم إن شاء الله خليه يعاودوا بنفسهم يعاودوا أمورهم وما دام شكرا ولادهم ولاد ولادهم ولاد ولاد ولادهم كله يعمل الخير فما ربي يزيدوا إن شاء الله. صرنا ربي تفكح يعني من دارسة بعد جمعة تزوجنا على شكون مشدنا لنا تجاوز مع الجي سي اي مشدنا عملوا نايرين ما جاء معنا حتى حد لا جمعية لا أحزاب لا حتى أي نفر ما جاش جات كان جي سي اي تدري أنا ما شاء الله مش تواصل كيما نحبوا أنا اتصلنا بسي حبيب جانا جاب خدامته. باش تعمل انت؟ أنا من مجلس الجمهورية. وعليه تدعم مجلس الجمهورية؟ نساهموا في العمل معناها أنت جيت تعاون في جماعة لخاطر تحب مجلس الجمهورية؟ حاجة واجب هذيك الجماعة. حاجة واجب مصلحة صغارنا ومصلحة المستقبل. باهي شنو ميساج تحب تقوله للسيادية اللي ممكن يتفرج في الفيديو هذي؟ ربي يهديهم ويعاونونا شوية قوي ربي يهديكم أما ناصر أما ديما أما ناصر ربي يهديهم كل واحد عنده نجم يساهم علاش هذا يعمل خير ويعمل نجم يقعد أجيال قاعد تذكر معناها تذكر فيه بالخير والبلاد بالعام عاوننا وساهم معنا وانا في حاجة تو صيادة في حاجة لأولادها حاجة كبيرة والحمد لله أنا ناس مش ناس بس عليهم عندهم ينجم يساهموا ما يتصلش حتى شهري بالعكس ربي يزيدهم خير على خير ولكن ربي يهدي ثم ناس عاونت الحمد لله برشا ناس الحمد لله يا ربي الحمد لله أصحاب الخير كل يوم يجيو ويحكيو لاباس أنا تو الله مصلي على النبي الحمد لله كملنا البلوك على اليسار مكتب سيد المدير ولا بعد المكتب المدير وما زلنا باش ندنو تو البلوك الفلاني وونتر تون نهار السبت جانا وعد مشينا مع بعضنا جبنا شوية فروسة وشوية اخوانيات والله كثر خير الأحباب والأصحاب والله يجازيهم خيرا معناها فما ناس قطع فما برشا ناس عاونت فما برشا عروض جاتنا ما تنفذتش فما برشا حكاية تحكينا شنو صار بالضبط بعد ذاك الفيديو اللي عملناها الأولى واللي دارت برشا على الفيسبوك وكل شيء تحس المزة ولدت من جديد كيفاش معناها شنو؟ ياسر حاجات ترممت وركحت كدوهم ركحها وكل البلايس المحسسة تعاود تلبست أنا تحس نتياس الناس باه عندكش ميساج تحب تقوله للسيادية اللي عاونوا في الصيانة إن شاء الله يزيدوا يعاونوا خاطر خنزيدوا ركحها بالباهي واللي عاونوا ديجا شنو يكثر خيرهم وصلى صدقة جارية هذه
المشاكل الكبيرة هي كلام الناس وكا. كل واحد باش يفسر في الحكاية. باهي توا حسب رايك من 14 سبتمبر تحضر مدسة؟ قلنا لازم نسلموا كل شيء 10 سبتمبر لازم يكون كل شيء. على فكرة نشكر برشا شركة أولمبيا اللي عاونتنا لماكسيموم ماديا ماتريال وماديا.